يا البطل وبيد جدنا كل دقيقة تسيد محبتنا لمنين العين أحمد جدنا ولا مدخول كل معنا العالي على أدينه صرنا وانتي فوليك نشوفك دخل على التيرا نزرع يديك تشي بالربحة ولا الربحة ولا ما درناك قلنا انت الشيخة مباراة كنتوا باش تتبعوها على قناة التاسعة لكن قناة التاسعة طلبت رسميا أنها تغير توقيت المباراة لكن ساهرين على التنظيم رفضوا هذا قطعين هذاك علاش ما جانا حتى رد بالضبط باش نكونوا دقيقين في التوصيف نتفرجوا مع بعضنا في الجران فورما هذا اللي يخص مباراة الملعب التونسي وترجي جرجيس بكم ملعب الزويتن مباراة الجولة التاسعة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى في اللحظة هذه بالذات نصر الله الجوادي يعطي انطلاقة شوطا للمباراة الأول كما قلنا بين الملعب التونسي والترجي الرياضي الجرجيسي مباراة الجولة التاسعة من البطولة أول كرة للترجي الرياضي الجرجيسي عند سليم بن بلقاسم سليم بن بلقاسم يرفع الكرة في التسوية يخرج قيصر عمدوني كرة لياسين الصالحي ياسين الصالحي لكن تبقى الهجمة لصالح الملعب التونسي ومتواجد أشرف كرير ديما الهجمة لصالح الملعب التونسي أكثر نشاط حركية كرة داخل الفونتاج ملك لاندورسي تدخل الدفاع محمد صالح المهذبي نشيط سريع في هذا الشوط الاول يوسع كالعاده تدخل اشرف كرير على خطا ما فماش المخالفه هجمه لصالح الترجي هذه الجرجيسي بامتياز محمد عبد الله السوداني الموريتاني الكره اللي على يدين المرزوقي وجه لوجه المرزوقي الهدف الاول لا يحتسب بالهدف زوز فرق يلقاو في صعوبات في الخروج بالكره من وسط الميدان الهجوم هذه الكره لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي تسويبه بعيده مجهود كبير من مالك الاندلسي عمل التغطيه الدفاعيه ويقطع هجمه كانت تكون خطيره لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي كره التسويب بوغارمي البوغارمي كاد يكون الهدف الاول في الاعاده البوغارمي والمراوغه الى ايمانويل جوميز 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 الى زهير عطيه عطيه يطلب الكره يطلب عطيه تسويبه وسهله على قيصر عمدوني ضعيفه الشوطه نتاع زهير عطيه سهله جبيري يبدا الهجمه للترجي الرياضي الجرجيسي ياخذها جوميز جوميز يبدل على اليمين الى سليم بن بلقاسم العرضيه لا يعمل مراوغه يطلب لديزويت بن بلقاسم والهدف الاول الهدف الاول لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي الهدف الاول للترجي الرياضي الجرجيسي كانت كره من سليم بن بلقاسم زهير عطيه هو اللي سجل الهدف الاول في 45 تقريبا زائد 2 بعد اسيست من سليم بن بلقاسم او اعاده البدايه كانت بمحاله فرديه وفي اللحظه هذه بالذات نصر الله الجوادي يعلن نهايه الشوط الاول بتقدم الترجي الرياضي الجرجيسي على الملعب التونسي واحد بلاش هدف دقيقه 45 زائد 2 سجلوا زهير عطيه ينطلق الشوط الثاني بعد التغيير الاول الملعب التونسي كما قلنا بدخول محمد الشيخ توري مكان وجدي بوعزي اول كره لصالح الملعب التونسي الكره على اليمين بالراس كره لمحمد عبد الله السوداني ما يخفيهاش الفرصه الاولى باتريس فوسو يعمل مراوغه ممتازه فوسو الى ايمانويل جوميز وسهله عند قيصر عمدوني تبقى الكره لصالح الملعب التونسي البغداد البغداد البغدادي في الدزويت البغدادي كيف يكون هدف التعادل ضربه الركنيه خالد القرب يا القرب كاد يكون هدف التعادل محمد الشيخ توري
الشيخ توري يتحرك الملعب التونسي في اللحظات هذه والدقيقه الاخرى اصبح خطير على دفاع الترجي الجرجيسي كثره الكرات الثابته والركنيات في ضربه الركني بوغان في 18 بوغان هدف التعادل هدف التعادل لصالح الملعب التونسي في 23 ثقه لاعب هدف ضد مرماه هدف ضد مرماه من مدافع الترجي هدف بعد تنفيذ ضربة ركنية لمسة من هشام عباس ومدافع الترجي الرياضي الجرجيسي النتيجة هدف ضد مرماه من جانب الترجي الرياضي الجرجيسي هذه كرة من الملعب التونسي تصويب كرير يطير كرير يطير للكرة يفسخ البونتو قوية التصويبة نتاع أسامة البوغاني من كريت تنفذ ضربة الركنية في الراس وهي عطية بعد الاختار لكن الدوزيام بار يبقى الملعب التونسي ملك لاندرس بالراس سوداني هذه كرة على الضفة الثاني قريب الملعب التونسي من الثاني سينا الصالحي على اليمين الصالحي سريع الصالح يعمل العرضية في الدوزويت الصالح اوه نقاشية كوتسيزو من فابريس فوسو لكن المخالفة موجودة التصالح بين زوز ملاعبية خالد القرب يرفع الكور توربي سهلة عند أشرف كرير سهلة عند أشرف كرير الكورة في المقابلة خالد القرب داخل ال 18 القربي ثم الركنية ثم تدخل الدفاع تمرير اللي نفع الجبيل مختار في ملعب التوس الركنية أسامة البوغان كورة في ال 18 دخل دفاعات الترجي الرياضي الجرجيسي اختير لقطة الكرة الأخيرة اختير تبقى للشيخ توري عبد الله السودان السودان سوداني تدخل دفاعات الترجي الجرجيسي كرة ثانية تجيب ضربة ركنية كرة ثانية تجيب ضربة ركنية يواصل ضغطه وفي اللحظة هذه بالذات يعلن الحكم نصر الجوادي نهاية مباراة الملعب التونسي والترجي الرياضي الجرجيسي على نتيجة التعادل 1-1 هدف أول سجله زهير عطية للترجي الرياضي الجرجيسي في توقيت 45+2 في الفترة الأولى وهدف التعادل كان بهدف ضد مرماه من لاعب من الترجي الرياضي الجرجيسي ثقة 68 باش توفى المباراة على نتيجة التعادل 1-1 بين الملعب التونسي والترجي الرياضي الجرجيسي. ترجي الجرجيسي اللي ضيع الفرصة انه يصعد المركز الرابع ويكتفي مركز السادس في الترتيب والملعب التونسي واصل في الأزمة نتاعو في المركز الثالث عشر. نمشي مباشرة مع التصريحات اللي جات بعد المباراة. أنا راضي على النتيجة، راضي على نقطة اليوم بحكم أن الشوط الثاني كانت السيطرة نتاع الملعب التونسي كانت كبيرة، لونجاجمون نتاعهم كان كبير، إيزون بخيسي أون هو وتمكنوا من تعديل النتيجة بالضغط تمكنوا معناها من تعديل النتيجة بأن ربحوا الزون أكثر، لعبونا أكثر في الزون نتاعنا، احنا حاولنا باش نخرجوا واحدة واحدة الكرة كما البريمير ميتون وخرجنا في العديد من المناسبات، لكن حسب رأيي النتيجة عادلة اليوم 1-1. على المردود اللي قدمه معناها الفريق اليوم خاصة في الشوط الثاني ما كنا نسحقوا معناها الانتصار، لكن هذيك احكام الكرة. اليوم تلعب تخلق فرص ما تمركيش، زيد الحكم اليوم ما قصرش معناها بصراحة اليوم ظلمنا. ما نعرفش الوقتاش باش نقعدوا ساكتين، أشاك فوا تصير معناها لي ميم زيرور، ماتش بنزرت معناها شفنا الهدف اللي قبلناه زوز متر في الورجو، ماتش اسبيرونس بيلانتي، ماتش سي اس اس، كل ماتش معناها ولا تصير لنا معناها مظلمة. ما نعرفش انا وقتاش الناس باش يعطيونا حقنا وما يعطيو حق الناس اللي قاعده تعبه اليوم. انا ما نجمش نلوم الملعبيه على حد شيء، لا على فرص ضاعت سي فري ضيعنا، لكن خلقنا وجرينا وتعبنا. اليوم تحكي على ريوسيت زاد ما فماش ريوسيت، لكن بالنسبه لي انا ما عندي ما نلوم الملعبيه. دون دو جور فما ماتش في بوزيتيفي وان شاء الله معناها فما كان خلقنا برشا اوكازيونات قاعدين نخدموا سيرتو معناها عندنا توا بريسك كاتريام ماتش هذا قاعدين نخدموا نكوروا بالكدا، ريزولتا ما تبعتش
اوكازيون كها وجرجيس معناها كانت مركت فيها بونتو. حاولوا البارتي الجايين حاولوا نجيبوا نقاط خاطر ماني قاعدين نربوا بالقدام مانيش قاعدين نجيبوا في النقاط. فما عرض حتى فما عرض حتى من برا من تونس. وين؟ والله ما نعرفش عندي لاجون تاعي قال لي فما عرض من برا قاعدين ندرسوا فيه معناتها مع رئيس. ما سمالكش النادي؟ نورمالمون اكيبا من بلجيكا. شو اسمها؟ والله ما عندي هيك وما عادش عندي حتى معلومة أخرى كان هكا معناها فهم إن شاء الله ربي يسهل خويا نخدم على روحي إن شاء الله ربي يسهل. وين أقرب عشان؟ ما زلت في دار الجليس حتى 2017. شكيلك أيضا علي المرزوقي اللي في اتجاهه نادي رياضي صفاقسي. مسألة أخرى نرجعوا الملعب التونسي هل كان يستحق الانتصار اليوم؟ في الكرة ليس الأجدر هو اللي يذيع فوز بثلاث نقاط. اليوم ملعب التونسي وحسب الصور اللي رينيها كان هو الأجدر على كل المستويات، حتى بتصريح المدرب سيد راشد مدرب زرزيس استعرف اللي ملعب التونسي كان سيطر على اللعب، ولكن اليوم نقول أن ملعب التونسي ضيع في ثلاث نقاط ثمينة وثمينة جدا.